المداعبة. فعن عائشة رضي الله عنها كما روى الإمام أبو داود في السنن بسند صحيح أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فقالت فسابقته، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن هو يعني يداعب زوجته فعمل عملية سباق، فتقول يعني تسابق مع الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تسبقه، بتقول فسابقته على رجلي. ده من باب المداعبة بين الرجل وبين زوجته. وأيضا من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها مع زوجاته ما نستطيع أن نطلق عليه الرقة والحنان أو الرقي في التعامل مع الزوج. يعني مثلا في الحديث الذي رواه ده كل هذه الأمور التي نذكرها دي على سبيل النماذج وعلى سبيل الأمثلة. يعني في صحيح البخاري في أحداث غزوة خيبر بتقول صفية بنت حيي رضي الله عنها إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. يعني ما فيش رقي أكثر من هذا في التعامل. يعني بتقول يعني لما هي تحب تركب على البعير، طبعا يعني من الصعب على المرأة أنها تقفز يعني مرة هكذا على البعير مباشرة، فبتقول إن الرسول كان يعني يضع رجله الشريفة صلى الله عليه وسلم وصفية تضع رجلها على رجل النبي صلى الله عليه وسلم وتصعد على البعير. تقول ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب.